بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 95. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الله في الآية التي قبل هاتين الآيتين وهي قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، بين في هاتين الآيتين نوعين من أنواع الطواغيت الذين يكفرون بالله عز وجل وينكرون ربوبيته. الأول الذي حاج إبراهيم في ربه، والثاني الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أما قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون قد رأى الذي حاج إبراهيم مع أن زمانه متأخر؟ الجواب أنه رأى هذا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، وإلا فهو لم يشاهده بعينه، وإنما بلغه ذلك عن طريق الوحي فآمن به ورآه رؤية قلبية، رؤية قلبية وهي رؤية الإيمان بالغيب. فمعنى ألم ترى أي قد رأيت وعلمت أيها الرسول لتبلغ ذلك للناس. إلى الذي حاج إبراهيم، حاج يعني خاصم إبراهيم وجادله
في الله عز وجل. إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، وهذا الطاغوت يقول أنا أحيي وأميت. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، بعثه الله في أرض بابل من أرض العراق إلى ملك جبار وهو النمرود، ملحد يكفر بالله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام دعاه إلى الإيمان بربه الذي خلقه وأعطاه هذا الملك، ولكن هذا الجبار ينكر ربه عز وجل. حاج إبراهيم في ربه، رب الجميع سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. وهو رب لهذا الجبار الذي أنكر وتكبر عليه، هو الرب، هو ربه رغم أنفه، وهو عبد، هو عبد مهما كان. وقوله أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن الله آتاه الملك تكبر. الله جل وعلا يؤتي الملك من يشاء ابتلاء وامتحانا، فمن أحسن في الملك وساس الملك على سياسة الإيمان فهذا ملك صالح، وأما من أعجب بالملك وطغى على الناس فهذا ملك جبار وملك ظالم وطاغوت كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وهكذا الإنسان، قل من يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لطبيعة الإنسان. فهذا الملك الجبار لما أعطاه الله الملك ابتلاء وامتحانا طغى به وتكبر وأنكر ربه عز وجل. فجاءه إبراهيم رسولا من عند الله يدعوه إلى أن يؤمن بالله وأن يشكر نعمة الله عليه والمصلحة له، يدعوه إلى مصلحته، يدعوه إلى الخير، يدعوه إلى الإيمان وينهاه عن الكفر والجحود نصيحة له. لكنه عاند وخاصم إبراهيم. إبراهيم يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا الجبار ينكر وجود الرب. فإبراهيم أقام عليه البرهان بأعظم شيء، وهو إحياء الموتى. إحياء الموتى وإماتة الأحياء، ما أحد يقدر على هذا، ما أحد يقدر أن يحيي الميت وينفخ فيه الروح،
ما أحد يقدر إلى أن يحيي النطفة والعلقة والمضغة في بطن الحامل، من الذي يقدر على هذا أن يكون هذا الإنسان في بطن أمه؟ وقبل ذلك كون آدم من تراب ونفخ فيه من روحه فقام يتحرك ويمشي وينطق ويتكلم، وكذلك في بطن الأم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح يتحرك في بطن أمه ويكتب ما عليه من القدر، شقي أو سعيد، ويكتب أجله ويكتب عمله، أربع كلمات يكتبها الملك على المولود في بطن أمه ثم يخرج حيا ويمشي ويأخذ ما قدر الله له من العمر على هذه الأرض ثم يأتيه الموت. من الذي أحياه أولا ومن الذي أماته؟ هو الله جل وعلا، هو الذي أوجد فيه الروح فحي، وهو الذي يأخذها منه فيموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو الذي يتوفى الإنسان ويميته، لا أحد يقدر على ذلك إلا الله. فهذا من أعظم البراهين على ربوبية الله جل وعلا، إحياء الأموات وإماتة الأحياء. قال ربي الذي يحيي ويميت، فهذا الجبار لج في الجدل العقيم ولم يجب عن هذه الحجة، وإنما حاد عنها وقال أنا أحيي وأميت. أنت تقول إن ربي يحيي ويميت، أنا أحيي وأميت، كيف يحيي ويميت؟ بمعنى أنه يأتي باثنين فيقتل واحدا ويترك الآخر، فيحيي بمعنى أنه يترك قتل الإنسان. طيب أنت تركت قتله لأن الله ما كتب عليه أنه يموت، ويميت يقتل الحي، الله هو الذي أماته ولكن أنت سبب فقط، فالحياة والموت بيد الله. لكن إبراهيم لم يجبه على هذه المراوغة، وإنما ذهب إلى برهان يقصم ظهره ولا يستطيع أن يراوغ معه. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت تزعم أنك رب وأنك تدبر الملك فالله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق، تخرج الشمس بازغة من المشرق ثم تسير في الفلك حتى تغرب، فأنت اعكس هذا إن استطعت، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لم يستطع الإجابة، وافتضح أمام الناس، ما يمكن يقول أنا أتي بها من المشرق، ما يمكن يراوغ. فألجأه إبراهيم عليه السلام إلى حجة قاصمة لظهره، وبهت عندها ولم يستطع جوابا، وافتضح أمام الملأ وبان كذبه
وبهرجه، فهذا طاغوت سقط والحمد لله أمام الحجة والبرهان. أبهت الذي كفر، كفر بربه يعني عز وجل. والكفر هو الجحود، أي أنكر وجود الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه قاعدة، هذه قاعدة، أن الله لا يهدي من لا يريد الهداية ولا وإنما يريد الهوى. الله جل وعلا لا يهدي من يتبع هواه ولا يريد الهداية بعدما عرف الحجة وعرف البرهان والبراهين، إنما الله جل وعلا يهدي من يرغب في الهداية ويطلب الهداية، فهذا يهديه الله جل وعلا. أما الذي لا يرغب في الهداية فإن الله يحرمه منها عقوبة له. وهذه قاعدة في كل أصحاب الأهواء الذين لا يريدون اتباع الأدلة وإنما يريدون أن يتبعوا أهواءهم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه قاعدة تكررت في القرآن، أن الذي لا يرغب في الهداية ولا يريدها ولا يقتنع بالبراهين وإنما يراوغ ويتبع هواه فلا حيلة فيه، لكن تقام عليه الحجة لئلا يقول ما بلغني شيء، تقام عليه الحجة. وأما الهداية فهي بيد الله جل وعلا، والله حكيم ما يضع الهداية إلا في من يستحقها، وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو يعلم من يستحق الهداية فيهديه ومن لا يستحقها فلا يهديه وإنما يتركه لهواه، أمامه الجزاء والحساب، لا يترك يهمل وإنما يستدرج في هذه الدنيا ثم يموت ثم يواجه حسابه عند الله سبحانه وتعالى. فالذين لا يريدون الهدى ولا يريدون الحق تجدهم دائما يراوغون، ما إلى جيت من هنا راح من هنا، لأنه ما يريد الحق، فأنت لا تملك له الهداية. وهذا مستمر في الناس إلى عهدنا الآن وإلى ما يشاء الله، فتجد الذين لا يريدون الحق مهما أقمت عليهم من الأدلة والبراهين أنهم لا يقتنعون بها ويستلجون في أهوائهم. هذا شيء مشاهد وواقع في الناس. وأن الذين يريدون الهداية ويحبونها يفرحون بالحق ويتبعونه من أول ما يسمعونه، لأن هدفهم الحق، فإذا عرفوه قبلوه. وفي قوله تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، تكذيب لقاعدة الفلكيين الآن اللي يقولون إن الشمس ثابتة وإن الأرض هي التي تدور عليها. هذا عكس ما في القرآن،
الله قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، الشمس هي التي تأتي، يأتي بها الله جل وعلا في الفلك، تدور على الأرض والأرض ثابتة. هذا ما يقرره القرآن الكريم. وأما النظريات الحديثة فهي لم تبنى على علم، لم تبنى على علم، وإنما تخرصات، ظنوا أنهم عرفوا كل شيء وهم لم يعرفوا إلا القليل. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا شيء واضح، أننا نرى الشمس تبزغ من المشرق ثم تغرب في المغرب، هذا شيء واضح للعيان، لا يكابر فيه إلا إنسان يريد هواه فقط، شيء واضح. هذا واحد من الطواغيت. الثاني قوله في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، قرية، واختلف المفسرون في هذا الذي مر على القرية، فالمشهور أنه كافر ينكر البعث، وهذا هو ظاهر الآية أنه ليس بمؤمن وأنه كافر ينكر البعث، فهو مثل النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه. ومن العلماء من يقول إنه مؤمن وإنه نبي، وربما قالوا إنه عزير، وقال هذا لا إنكارا للبعث وإنما تعجبا، إنما هو من باب التعجب من قدرة الله جل وعلا، لا أنه ينكر البعث، ولكن القول الأول هو المشهور وهو الظاهر من السياق. ولا دليل على أن الذي قال هذا هو نبي أو إلا من الإسرائيليات، الإسرائيليات لا يعتمد عليها في تفسير كلام الله عز وجل. مر على قرية، القرية محل الاجتماع من التقري وهو الاجتماع، ومنه سمي القرآن قرآنا لأنه مجموع من سور ومن آيات ومن حروف. فالقرية مراد بها الناس المجتمعون، واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل الناس الذين كانوا في القرية، ما هو يسأل المباني ويسأل الناس، فالقرية عبارة عن الناس. وسميت المباني قرية من إطلاق اسم المحل على الحال وهو الإنسان، بل هذا ليس خاصا في الإنسان، يقال قرية النمل أيضا، قرية النمل، لماذا؟ لأن النمل اجتمع فيها. مر على قرية أي على أهل قرية، أهل قرية، وهذه القرية هجم عليها عدو لأهلها فأبادهم جميعا وهدم مبانيهم، فأصبحت خاوية على عروشها، يعني صارت أسقفها ساقطة على الأرض، أسقفها ساقطة على الأرض، عروشها يعني أسقفها، فأصبحت هذه القرية على هذه الشكل خاوية على عروشها، ليس فيها حي، كل أهلها ماتوا ومبانيها متهدمة، فكأنه يتحدى الله عز وجل، هذا الكافر يتحدى الله، فيقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، منين يحييها بعد موتها، تحدى الله عز وجل، يتحدى ربه عز وجل أن يحيي هذه الله، أي من أين يحييها وهي قد فنيت. وهذا مثل قول الكافر من يحيي العظام
وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. فينكر قدرة الله جل وعلا أن يحيي هذه الله أي هذه القرية الله بعد موتها. فالله جل وعلا أراد أن يريه آية من نفسه، هو أراد أن يريه آية من نفسه هو قبل القرية. أماته الله 100 عام، 100 سنة، حتى تفرقت عظامه وتمزق لحمه، والحمار الذي معه أيضا مات وتشتتت عظامه وتفرقت، أما الطعام الذي معه فلم يتغير، معه فواكه ومعه طعام لم يتغير 100 سنة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه آيات ليري هذا الإنسان الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أراه الله في نفسه وفي حماره وفي طعامه. فأماته الله 100 عام، قرن من الزمان، ثم بعثه، ثم أحياه، جمع جسمه المتفرق وركب عظامه كما جمع عظام الحمار وركبها بعضها في بعض، ثم كساها لحما وأحياه الله وأحيا حماره عبرة له وللناس. وهذا من الوقائع التي وقعت في الدنيا، إحياء الموتى وقع في الدنيا، وذكره الله في 10 مواضع من هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، في 5 مواضع. الموضع الأول قصة البقرة، قصة القتيل الذي قتل ولم يدر من قتله، وتدافع الناس فيه، كل واحد يتهم الآخر. الله أمر موسى عليه السلام أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. لماذا يذبحوا بقرة؟ ويأخذوا عضوا منها فيضربوا به هذا الميت فيحيا بإذن الله ويتكلم ويقول فلان قتلني، يدلهم على الذي قتله. فعلوا ذلك بعد تلكؤ كما ذكر الله، فعلوا ذلك وما كادوا يفعلون، فذبحوا البقرة وضربوه بعضو منها فحي الميت وقال إن الذي قتلني هو فلان، نطق بذلك وهم يشاهدون أن الله أحياه، وهو قتيل. هذا موضع. الموضع الثاني، الذين ذهبوا 70، الـ70 الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام لموعد ربه له، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ذهبوا معه إلى الموعد الذي بينه وبين ربه، ولما انتهت المهمة وكلم الله جل وعلا موسى وأعطاه التوراة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، من العناد والتكبر، مع أنهم من خيرة بني إسرائيل، لكن هذه عادة بني إسرائيل، العنجهية والتكبر والالتواء، لن نؤمن لك حتى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فالله جل وعلا أرسل عليهم صاعقة فماتوا عن آخرهم في مكانهم. فعند ذلك حصل لموسى عليه السلام ما حصل من ضيق الحادثة، وكيف يذهب إلى بني إسرائيل وليسوا معه، سيقولون إنه قتلهم، إن موسى قتلهم وذهب بهم ليقتلهم. فضاق الحال على موسى عليه السلام، فدعا ربه، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي،
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فالله أحياهم كرامة لموسى عليه السلام، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تعقلون. هذا مثال وقع وشاهدوه، أن الله أحيا الموتى. الثالث في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، اللي هربوا منه أوقعه الله عليهم، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ثم أحياهم، هذه آية وعلامة على إحياء الله للموتى. الموضع الرابع هو هذا الموضع الذي معنا، موضع القرية، وهذا الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ والموضع الخامس في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية التي بعدها، الآية التي بعدها. قال كم لبثت؟ يقول الله له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، ما يدري، لأنه ميت ما يدري بشيء، فظن أنه ما مات إلا زمنا يسيرا. قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، ولم يتغير بمرور السنين، لأن الله حفظه من التغير ليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى حمارك، الحمار اللي معه صار عظام متفرقة بالية، أمرها الله فاجتمعت. وانظر إلى العظام، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، آية على إحياء الله للموتى للناس، الذين شاهدوا والذين بلغهم خبر هذه القصة إلى يوم القيامة. وانظر إلى العظام، عظامك وعظام الحمار، انظر إليها كيف تجتمع، أمرها الله فاجتمعت، ثم أمرها فالتحم بعضها ببعض وارتفعت، كيف ننشزها، ارتفعت وتركبت، كل شيء في محله، كل شيء هيكل في محله. ثم إن الله كساها باللحم، كساها باللحم فعادت كما كانت، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذا مشاهد وحصل على إحياء الله للموتى.